السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في محاضرة تانية من جزء النيوميركال الخاص بامتحانات البنوك، ونوع تاني من المسائل من موقع كورن فير. المسألة دي بتتكلم عن الشير برايس اند ديفيدنس، سعر السهم والارباح الموزعة. هي عبارة عن 3 مسائل من نفس النوع ده، فخلينا نفهم الجدول وتعالى نقرأ المسائل. الجدول ده عبارة عن الأسهم، واللي هي أنواع الأسهم. في سهم اسمه اكوم، وفي سهم اسمه اي دي بي، وفي سهم اسمه جوسون، وفي سهم اسمه كيلتش، وفي سهم اسمه سوارس، وفي سهم اسمه سافرون، وفي سهم اسمه ترويكا. طيب، وفي يارلي ديفيدند، الارباح الموزعه بعمله اسمها البنس. طيب، من جون، من يناير لحد شهر 6 يونيو، من جان لجون كسب 45 بنس، ومن جولاي لديسمبر، من شهر 7 لشهر 12 كسب 15 بنس، وسهم اي دي بي من شهر 1 لشهر 6 كسب 15، ومن شهر 7 لشهر 12 كسب 60. اذا هو بيقسمها بشكل نصف سنوي، يعني الارباح. طيب، التوتال برايس ده اللي هو سعر السهم الحالي. سعر السهم الحالي بتاع اكرون 14، سعر السهم الحالي بتاع جاسون 12.5، سعر السهم الحالي بتاع كوليدج 9.45، وهكذا. previous week price، سعر السهم في الأسبوع السابق، في lowest price، في أقل سعر ليه وفي أعلى سعر ليه. في أقل سعر ليه في سعر سهم أكرون 13.5، وأعلى سعر ليه 15.25، وهكذا في بقية الأسهم. ده معنى الجدول اللي هو مدهولك. طيب، تعالى نقرأ المسألة. at today's price what is the total cost of buying 450 Saffron shares and half a mini Troika shares. راجل اشترى 450 من السهم اللي اسمه سافرون، واشترى نص 450، نص العدد ده، لسهم ترايكا. فبيقول لك what is the total cost. الكوست دي التكلفة، احنا متعودين ان التكلفة بيساوي الكمية في السعر. الراجل مديك الكمية، هل انا معايا السعر؟ اه، معايا السعر، معايا السعر اهو في العمود ده. مسألة سهلة ما فيهاش اي حاجة. يلا نحسب السعر، تعال نحسب التكلفة بتاعتنا. طيب، بيساوي، تعال الأول نحسب على سهم سافرون 450 في سافرون هنا 13.8، 13.8 زائد، دي طبعا الكمية اهي في السعر، الكمية في السعر بيساوي التكلفة. طيب، قال لك كمان هو اشترى نص الكمية بتاعت 450 دي في سهم ترايكا، يبقى نص اللي هو 5/10 في 450، تمام، في السعر بتاع ترايكا اللي هو 12.75، هيساوي 9 مليون، وده الناتج اللي هو عايزه. خلاص، يبقى احنا حلينا المسألة دي. وفكرة المسألة دي ان التكلفة هي تساوي الكمية في السعر، اشوف الكمية اللي هو مديها لي واضربها في السعر، سواء كانت لسهم واحد او لسهمين. طيب، نتنقل على المسألة اللي بعدها من نفس النوع. المسألة اللي بعدها بيقول لك for which shares in the total yearly dividend valued at over 7% at today's share price. أي سهم من الأسهم اللي موجودة قدامك دي إجمالي قيمة أرباحه السنوية أعلى من 7%؟ ببساطة خالص، قال لك إجمالي قيمة أرباحه السنوية، أرباحه السنوية معناها من جون لديسمبر، من جون لديسمبر، يبقى أنا ما أحسبش نص، ما أحسبش 6 شهور بس في السنة، لا، إجمالي السنة. يبقى إجمالي السنة، يبقى ده مطالب مني إن أنا أجمع 45 زائد 15 عشان اجيب اجمالي الارباح السنويه. على ايه بقى عشان اجيب النسبه المئويه؟ على ايه؟ هو قايل لك، هو قايل لك اوف تودايز شير برايس، اوف تودايز شير برايس، اهو البرايس اهو. يبقى انا بجمع ده على ده هيجيب لي قيمه، اجمع ده على ده هيجيب لي قيمه، اجمع دول على دول هيجيب لي قيمه، اعلى قيمه فوق ال 7% هي دي اللي اختار. تعالى نحسبها سوا. بالنسبه للسهم بتاع اكرون، خمسة وأربعين زائد خمستاشر
على 14 هيساوي 4.3 في المية، مش أعلى من 7%. يبقى ولا كأنك شفته. هات اللي بعد، هات اللي بعد. سهم اي دي بي خمستاشر زائد 60 على 13.1 تساوي 5.7%. هل أعلى من 7%؟ لا. يبقى ولا كأنك شفت. خش في اللي بعده. جاسون هيساوي 20 زائد 50 على 12.5 هيساوي 5.6، برضو ما هوش أعلى من 7%. طيب كليتش ثلاثين زائد 35 على 9.25 هيساوي 7.3%. ده أعلى من 7%. طيب يعني ده هو زي ما هو طالب اهو، ده سهم قيمته اعلى من 7%. خلينا نشوف الباقي ونشوف هل في اسهم تانيين قيمتهم اعلى من 7% ولا لا. سوارس 10 زائد 30 على 8.1 يساوي 4.9، لا مش أعلى من 7%. خلينا نيجي هنا. سافرون خمسة وتلاتين زائد 35 على 13.8 هيساوي 5.1، برضو مش أعلى من 7%. سترايكا آخر واحد 40 زائد 10 على 12.75 هيساوي 3.9%. يبقى السهم الوحيد اللي أعلى من 7% زي ما هو طالب هو سهم كيلتش. يبقى الإجابة سهم كيلتش ببساطة منتهى السهولة. طيب نيجي للسؤال رقم 3 من نفس النوع. سؤال رقم 3، if today you sold 50,000 من النوع كيلتش، بعت 50,000 سهم من النوع كيلتش، يبقى هو مديك الكمية. الراجل مديك الكمية، تعالى مع بعض قبل ما نشوف أي حاجة نحسب التكلفة بتاعته وبعدين نشوف هو عايز إيه في باقي المسألة. تمام؟ طيب قلنا إن التكلفة بيساوي الكمية في السعر. هو حضرته مديني الكمية 50,000 والسعر بتاع سهم كيلتش معايا اللي هو 9.25. تمام، يبقى هيساوي 50,000 في، مفروض إن أنا أقول 9.25 عشان أجيب التكلفة لأن ده السعر،
ولكن هو قال لك after collecting the July to December dividend، يبقى حطها في حسبان. يبقى لو قال لك after collecting، بعد ما استجبت او جمعت ارباح شهر من الفتره ما بين شهر 7 لشهر 12، هات الرقم في حسبانك. الرقم اللي في حسبانك هتجيبه معاك هو 35، هو 35 بنس. يبقى بدل ما اضرب 50000 الكميه في السعر بس، لا اضرب 50000 في السعر بلس الرقم اللي هو جمعه، اللي هو قال لي خده في اعتبارك في ضمن حساباتك. يبقى 9.25 زائد 35، ولكن هل 35 بس؟ لا، الراجل قال لك هنا ان انت بتحسب بالباوند اللي هو الجنيه الاسترليني، تمام؟ ولكن هنا حاسب لك بالبنز وهنا الباوند. لا، لازم يكون انت بتحسب معاملة واحدة، وعشان احول من البنز الباوند بقسم على 100. مجرد ما انت لقطت الفكرة وفهمت دنيتها، خلاص انت عرفت الدنيا فيها ايه، تمام؟ يعني الموضوع بس في اول وهلة هتلاقيه انت مش عارفه، بس بعد كده خلاص انت فهمت الدنيا وفهمت الليلة. انا بدأت عشان اجيب التكلفة بتاعة كيلتش ضربت الكمية في السعر، ولكن وقال لي كمان بعد ما جمعت الأسهم أو الأرباح الموزعة من فترة 7 لشهر 12، فأنا كمان جمعت عليا ال 35، وعشان 35 دي بعملة البنز مش بعملة الجنيه الاسترليني قسمت على 100، وبجيب إن التكلفة في الآخر هتساوي 48000. طيب تعال بقى نشوف بقية المسألة هو عايز إيه. يبقى دي تكلفة كيلتش، تعال نشوف المسألة هو عايز إيه. How many Suarez shares could you buy with the proceeds؟ بالعمليات السابقة اللي انت عملتها دي، هات لي بقى عدد الأسهم بتاعة Suarez بالعمليات اللي انت عملتها، يعني بالتكلفة اللي انت جبتها. بالتكلفة اللي انت جبتها، احنا قلنا ان التكلفة بتساوي الكمية في السعر. لو انا عايز اجيب الكمية يبقى التكلفة على السعر. طيب Suarez ده السعر بتاعه كام؟ السعر بتاعه 8.1، والتكلفة كام؟ 48000. يبقى أقدر أجيب الكمية بتاعة سوارس بمنتهى السهولة، بيساوي 48000 على 8.1 اللي هو السعر بتاع سوارس. تاني هيساوي، شوف بس الأول الناتج، هيساوي 59 اتنين 59. بص يعني هو قال لك لأقرب 1000 باوند، يبقى هنقول 59 بس، تمام؟ باوند. هنا انت جبت التكلفة وهو عايز عدد الأسهم بتاعة سوارس، ناقصك السعر. السعر 8.1 بس، خلاص انت كده جبت كل المطلوب. يبقى تاني المسألة دي عايزة تجيب له الأول كيلتش ليلته ايه، في ليلته فيها ايه، وبناء على ما سبق هتشوف سوارس المطلوب منه وتعمله. جبت ان الكيلتش، قلت ان الكمية التكلفة بيساوي الكمية في السعر، الكمية 50000 في السعر اللي هو 9.25 بلس 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 كولكتنج ذا جولاي ديسمبر، يبقى 35 على 100 عشان ده بالبنز، هيديك 48000. 48000 دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي التكلفة. طيب هو هنا عايز هاو ميني سوارس، عايز عدد الأسهم لسوارس بناء على ما سبق. أنا معايا التكلفة ناقصني السعر، معايا السعر في الجدول، يبقى 48000 على 8.1 هيساوي 59000 باوند. ده بمنتهى البساطة والسهولة النوع ده من المسائل. حلينا عليه 3 مسائل. يا رب الدنيا تكون واضحة وسهلة وبسيطة. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.